دلوقتي يا سيادة الرائد انا هساهم حضرتك. دلوقتي صاحب العربية هو اللي غلطان. قولي ليه؟ قول لا اله الا الله. قولي ليه؟ انا اقول لك انا ليه قبل ما تقول لا اله الا الله؟ لانه جاي من ورايا وايد النور العالي في عيني زي ما اكون قايد نور بيتهم هناك في الصالون قاعد مرحرح يعني. وما انا بقى عوزت افاديه رحت لابسه في الرصيف لبست في الرصيف او النعمه الشريفه لبست في الرصيف. يوم هو بقى يخرج واجي على هنا هو حضرتك مش عارف انا مين ولا ايه؟ لا مش عارف وبس بقى. مساح فجأتي لوك 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 ايه؟ افسلي شوية. بقول لحضرتك انا عايز اشرح لك من الاخر عشان اقول لك اللي فيها ونخلص. انا عارف من الاخر واشرح لك انا واقول لك القصة ايه. الراجل راح المستشفى وتحول هناك. احنا بقى دلوقتي مستنيين التقرير الطبي بتاعه عشان نعرف مصيرك ايه. لانه لو طلع اكتر من 21 يوم وان شاء الله ان شاء الله هيطلع عشان حضرتك تشرفينا هنا شويه. يوم اشمعني؟ اشمعني هو راح المستشفى ولا جيت على هنا في الاسم؟ ها اشمعني البنت اللي كانت معايا الحبله دي مشت ولا جيت على هنا ولا عشان هي حبله؟ على فكره بقى دي عنصريه. سجل عندك يا سياده الرائد. عارف ان دي غلطتي لان انا طلعت انسان محترم من الاول قلت عليك انك بنت ناس وشكلك كده مهذب. انما انا غلطان كان من الاول المفروض ارميكي في الحجز بره لحد ما يبان لك صاحب. اتلم واحترمي نفسك. يا نهار اسود ومنيل احترم نفسي يعني انا مش محترمه؟ لا ده حضرتك بقى مش عارف بيتكلم مين وانا بقى مش داخله الحجز. اقول لك على حاجه ده امبوسيبل انه يحصل لان انا لعلمك سيتيزن كين. سيتيزن كين يعني مواطنه صالحه. ها امسكي نفسك شويه وتكلمي عدل مع البيت فاهمه؟